صباح الخير، صباح الأنوار، صباح المحبة وصفاء الأحلى وأغلى مستمعين ديالنا في ما كنتو. صباح الخير لكم مغاربة العالم، الجالية العربية، الناس اللي في البيوت ديالهم، الناس اللي في العمل ديالهم. فكنقول لكم يا صباح الخير وبداية أسبوع موفقة لكم في ما كنتو. اليوم مشرفني ومنورني سي مصطفى بريبري، مختص في الأعشاب والعلاج الطبيعي. صباح الخير سي مصطفى. صباح الخير أختي زهرة، والسلام عليكم كما العادة. بيت سعيد الموضوع ديال اليوم ان شاء الله اختارتنا زهرة، هو المشكل ديال الاعصاب. نعم. والوقايه منها. اكتئاب الخارج، هذا الفصل اللي هو ربما كيساعد في هذه الامراض. نقربوا غير شويه ميكرو ليك سي مصطفى. بما اننا غادي نتكلموا على اكتئاب الخريف وغادي نمشيو نهضروا على نتكلموا على التغذيه والتوابل اللي خاصنا نبعدوا عليهم خصوصا في هذا الفصل، الحويجات اللي كيجيبوا شويه الاكتئاب ديال الخريف شنو هما اللي خصنا نبعدوا عليهم، والتغذيه كيف ما قلتي سي مصطفى خصنا نركزوا عليها اكثر في هذا الفصل. مرحبا، دائما نبدا من حيث انتهى الطبيب. الموضوع ديالنا احنا كمعالجون طبيعيون في العلاج الطبيعي. نعم. كل فصل عنده اضرار وعنده منفعه وكيختلف من شخص الى شخص. المشكل ديال الاعصاب والامراض النفسيه والعقليه الاليه او المزاجيه كتختلف، ولكن ذكرت زهرة هذا الخريف هو من اللي كينشط وكيساهم في هذه الامراض، خصوصا كما ذكرنا في الحلقه السابقه الامراض ديال عسر البول، الالم ديال الاعصاب، الصرع، السكتة الى غير ذلك. نرجعوا دابا كيفاش نتفاداو. نختصروا، انا البرنامج الوقت ديالو ضيق، نختصروا باش نستفد. اذا هذا الفصل ديال الخريف هو تيميل البروده والجفاف. نعم. والاعصاب اضر شيء اليها وهو البرد والجفاف. اذا الانسان خصو ترطيب بحال دابا الاوميغا 3 الاوميغا 6، الزيوت الحاره، الغذاء الحار يناسب الفصل وكيناسب الاعصاب ومضاد، وتحسن حتى الدوره الدمويه كما ذكرنا قبل، لان الدوره الدمويه في هذا الفصل كتميل للتكتل وكتميل للكثافه وكتمنع اللطافه فيها، الدم تيكون كيدور بصعوبه وهنا العصب كيتاثر. كما قالت زهرة مثلا الانسان كيفاش غيفطر، كيفاش غيتغدى، كيفاش غيتعشى، كيفاش غيلبس. انا هذا الفصل كما كيعرفوا الاخوان اي واحد تعرض النزلة ديال البرد وهذا كيضر العصاب وكيضر الجسد بصفة عامة، لا العضلات ولا الأعصاب. احنا كنهضروا على الاكتئاب ديال الخريف ولا الأعصاب كيف ما قلتي ولا التوترات سي مصطفى، انا ما كنهضروش غير على الحالة النفسية بوحديتها، راه كنهضروا حتى على الآلام ديال العظام ديالنا. راه بعض المرات كيكون الانسان متوتر من غير انه كيبكي ولا كيحس براسو مخنوق، كيحس حتى الآلام ديال المفاصل ديالو، حتى الآلام ديال العينين، الآلام ديال الودنين. كيقول لك مثلا كيقول لك راه كنحس براسي ماشي هو هذاك، راه قاع عظامي ضاريني. تماما، هذا هو موضوعنا. الخلل شوف هي الخلاصه. المشكل ديال الاعصاب اولا كيبدا من الدوره الدمويه. وي نعم. حنا كنلقاو المسنين هما اكثر ضرر الامراض الاعصاب بجميع انواعها، لا الميكانيكيه ولا المزاجيه. اذا الدوره الدمويه قد ما كانت كدور وفي حاله انسيابيه ولطافه كتغذي جميع الاعضاء خصوصا الدماغ والاعصاب والعضلات. اذا قد ما كانت الدوره الدمويه ثقيله وما كتسيركيش مزيان كتعرض للتوتر والقلق والانفعال والعياء وحتى العياء. اذا كيفاش نحسنوا الدوره الدمويه؟ اولا هو الغذاء. الغذاء الانسان، نعطيك مثال، بحال دابا مثلا في البرد الانسان خصو يعتمد على الدهون الصحيه او الدهون الغير المشبعه. نعم. زيت بلدي، زيت الكتان، زيت الجلجلان، زيت نوار شمش طبيعي، الزيت ديال الجوز. وذكرت الاخت زهره الزيت ديال الجوز احسن زيت عندي انا للمشاكل ديال الاعصاب. حتى الاستهلاك ديال الجوز فهو مقوي للدماغ، حتى شكلا كتشوف الجوزه كتلقى عباره عن دماغ داخل القوقعة داخل الجمجمه. اذا الجوز الى ضفنا مثلا، انا نعطي واحد الوصفات اللي زوين من الاعصاب اللي هما تيعانيو، مثلا جبنا البوتسويليا الكندر وجبنا جوز الاكاجو. جبنا جوز واكازو وكندر ودرناهم واحد، درنا مثلا 100 غرام ديال الجوز و100 غرام ديال الاكاجو ودرنا واحد 20 غرام او 15 غرام ديال البوتسويليا اللي هو الكندر بريحته الطيبه وكيسلك الانسان كيعجنوا بزبيب. نعم. زبيب مقوي الاعصاب هذه معروفه وفي بوتاسيوم عالي، في مغذيات، في الاوميغا، في غير ذلك. اذا تيولي داك الغذاء مقوي للاعصاب، تيقويهم باش يقدروا يسيروا الفصل ويسيروا البروده، لان الجوز يميل الحراره والرطوبه ضد البروده واليبس اللي ذكرنا ومقوي الدماغ نفسه. كنجيو لبعض الوصفات
وهما خفاف يمكن اي واحد يديرهم بدون حتى شي خطوره، وهي غتجي ناس غريبه ولكن مفيده. احسن مشروب، وهذه معلومه قليل اللي تيعرفها حتى من المعالجين ماشي كلشي غادي يعرفها، هو الحلحال بالماء المطر. الحلحال انا كندير شي حويجات اللي هما زوينين تيبقاو صدقه جاريه. نعم. النهار اللي توفى تيبقاو صدقه مورانا. نعم. الناس اللي كيعانيو من القلق وكيعانيو من التوتر، الدوره الدمويه ضعيفه، كيبرد بزاف، مقلق بزاف، النوم ديالو غير منتظم، الام في العضلات كما ذكرت الاخت زهرة، الام في الاعصاب. نعم. الام في المفاصل. نعم. ان المفاصل عباره عن اربطه، راه ما بين نفسك الرباط، رباط راه شي راه عصب هذاك. نعم. يعني كلهم كيكون له خلل ديال الدوره الدمويه او برد. الحلحال اذا ذكرنا، نرجعوا للاخت ديما رد معايا البال، راه كنمشت المساحه كبيره. مرحبا. الحلحال والماء المطر، الا شدنا حلحال ديالك عرفوا المغاربه الحلحال، كلهم تعرفوا الحلحال. واخا قول لنا كاين اللي ما يعرفش فين ياخذو، كاين اللي واش الحلحال داير بحال الخزامه من الفصيله ديال هاد الانواع، حالو بحال الخزامه عند العطار. الحلحال ما كاينش شي مغربي ما تعرف الحلحال، مرة كبيره كتعرف الحلحال. يعني ماشي حاجه صعيبه هذا الشيء. دابا كنهضروا دابا على عاد المولود الشعبي، خصو يتورث من جد الى جد. انا كتجيب ولده مثلا هاد الشاب اللي طالعين كتقول له حلحال ما تيعرفوش، ما يعرفوش، هذا خطا. خصنا كمولود شعبي نعلموا الابناء ديالها ونعملوا كما تنقولوا علم الجدات. هما الجدات غيتوفاو الجدات، طول الله يطول العمر الجميع، ولكن داك الموروث ديالنا بدا كاين داتر. تقول لحالك ما عرفتش الحلحال، خزامه ما تعرفهاش، حتى حبه حلاوه اللي هي في المتناول ديال الجامع ما تعرفهاش، زري عندك ما تعرفوش بزاف، هذا خطا. الحلحال موجود. وي. اذا لجبنا حلحال وغنينا في ماء ديال المطر، ماشي ماء عادي، المطر الحمد لله الفصل ديالو هذا. الحمد لله. اذا لا كتغلي الحلحال وكديروا كمشروب يومي ستراه عجبا، وجربوه الناس اللي كيعلم امراض نفسيه والعصبيه جميع انواعها. الناس اللي ما كنعسوش كيف ما قلتي، الناس اللي كيكون الصرع يفيدو، حتى امراض الصرع يفيدو. نعم. واخا هو مشكل عنده على مشكل عضوي عصبي، عساك الامراض اللي كتكون نفسيه ومزاجيه واليه وعقليه. اذا الحلحال والماء المطر كيخلي النفسيه ترجع للاصل ديالها. واضح. نعم. هذه من اهم المشروبات اللي يضيفوها الناس. كاين بعد الاكل وهو الكوك محكوك والصنوبر. كوك. بدينا كنلاحظوا واحد الملاحظه، الحب الصنوبر كنا كنجيبوه هذه الايام قل بزاف، كنا كنناشدوا الجهات المختصه يدخلوا للمغرب بزاف، لان قليل ونبات كاين في المغرب هو قليل بزاف، ولكن الاستهلاك ديالو الاطفال والشيوخ والامراض العصب فهو من اهم النباتات على الاطلاق. حبه الصنوبر. حب الصنوبر معروف، صنوبر الراجل اللي كاين في المغرب، انواع ديال التايده، الغذاء ديالو مقوي العصب، مقوي حتى الخلايا ديال الدماغ. واضح. وحتى الناس اللي كيعانيو من الخرف والزهايمر تيفيدهم. الكوك محكوك، الا ضفنا الحب الصنوبر مع الكوك كنستهلكوه، اذا مقوي العصب. نعم. كنجيو دابا للدوره الدمويه. غير قبل ما نمشيو للدوره الدمويه سي مصطفى الله يجازيك بخير، غير هذا الشيء اللي كنعطيو وهاد الوصفات اللي كنعطيو، احبذا لو تكون من الصغر ديال الانسان انه يكون كياكل هذا الشيء طبيعي. احنا الحمد لله دابا عندنا واحد الوعي بالصحه ديالنا، اهميه الصحه ديالنا. احبذا لو كان هذا الشيء كناخذوه من حنا صغار، حيت ربما تا كنكبروا باقي الناس. وي. باقي الناس. نعم. باقي الجدات ديالنا راه كيسمعوني من هنا. نعم. وعايش غادي كل اللي غيشدني الراي، باقي دوك الجدات ديالنا كتجيب القرقاع، تجيب اللوز، تجيب. نعم. حبه حلاوه، زعما كدير للوليد واحد القرقاعه بالزبيب قد القرقاعه وكتعطيها كلها في الصباح، وهي الاولى غادي تمشي للمدرسه. افتقدنا لهاد التغذيه. دابا ولينا كنشوفوا غير الحلويات والسكريات وغذاء لا فائده فيه للدري الصغير. نعم. يعطيوه حتى حلوى يديها، ولا يعطيوه مثلا شي مشروب غريب، راه انواع واشكال. نعم. كيبغي شي الولد يقرا وكيبغي يبغي يخدم. اذا كيجيبوا الجده كتجيب اللوز، تجيب القرقاع، تجيب الاكاجو، تجيب كدير له بالزبيب وبالتمر، كتعجنو بالزبيب والتمر، تيبقى العصب ديالو يقيد وقوي ومقاوم للبروده. اكيد حنا دائما كنقولوا بزاف ديال الامهات كتقول لك وانا عطيت لولدي نوع من البسكوي انه كيديه ما غاديش يولف ليا هذا الشيء. سي نورمال حنايا عطينا لولدنا واحد الحلاوه اللي تولف عليها من الصغر ديالو كياكلها. يعني الجهاز حنا درتي على الجهاز العصبي. نعم. قرا له هذيك الماده، كيعرف غير ديك الماده. نعم، كيعرف هذيك الماده. الا جيت عطيتو ماده جديده واللي هي مفيده ليه، كيفاش غادي الا قلوا الكميه. نعم. وبداو كيفرضوا عليه من الصباغي شويه، ترغبوا بشي حاجه، نعطيك هادي نصوبك هادي، الدري تيبدا يقبل ليك، حدو ياخذها اليوم غدا بعدو غيوليو يطلبها منك. راه بحال دابا شي واحد جنة مثلا كان مريض بملحمات، انت اللي مسوس ما يقبلش لك المسوس، واخا تقتلو دري صغير
ولكن ملي كتفرض عليه النهار اللي تبغى ترجع له للمالح ما يقبلش المالح. تردي الماء بالعصا عاوتاني ودريتو تخلعوه باش يرجع لك للماكله القديمه. ان الجهاز العصبي موضوع ديالنا هو اليوم الجهاز العصبي كيولف تيالف هذيك ديك الممارسه تيالف هذيك العاده باش تحيدها له خصك بالتدريج. بحال دابا الدري صغير بغيت تفطمو كتفطمو بالتدريج وي نعم. هذاك الجسم اللي كي العصب ملي كيقرا واحد الماده كيعرفها غير هي. بحال واحد مثلا تيدير التدخين واخا داك الشيء كيشبعو كيوكلو كيشربو لا، ولكن دماغو قبل ديك الماده ولا كيرتاح فيها. اذا باش تحيدو غتحيدو بالتدريج كذا كمثال. مشينا قلنا حبه الصنوبر والكوك هادو كتغذيه مقوي الاعصاب بمعنى الكلمه. ماء المطر مع الحلحال مقوي الاعصاب معنى الكلمه. الكندر وجوز والكندر والجوز والاكاجو والاكاجو نعم. هادو راه شي حويجات اللي هما المغاربه يستافدوا منهم ويدعوا معنا كما العاده. نعم. اللي غنضيفوه هو الموانع. شنو ناكل شنو ناكل باش ما نطيحش في هاد المشكل ديال الام نعم. الاعصاب ومشاكل الاعصاب. واش كاينين شي توابل خاصنا نبعدوا عليهم في الفصل؟ التوابل اللي نبعدوا الحاجه الحامضه وهذه معلومه وقليل اللي كيذكرها وبزاف الناس. وكنا كندير الخل ديال هذا باش نقوي الاعصاب. اللي كيلك الخل كيقوي الاعصاب فهو جاهل بالعلم. جميع الانواع اللي كتنفخ البطن وحامضه وحتى الحموضه كتنفخ فهي ضاره بالعصب بالتجفيف واللدع والضعف الجهاز العصبي. اذا الانسان هنا قسم الحاجه الحلوه الحاره. مثلا غنجيب مثلا شويه سكينجبير شويه قرفه شويه ديال السمن البلدي. كندير هاد الماكولات مثلا الصباح زويت بلديه زبده بلديه تمرات شريحه كما كنذكروا. هادو هما اللي يقدر يعطيوك مقويات الاعصاب ومحسن الدوره الدمويه. اما الحموضه فهي العكس. الحموضه كدير بعض الامراض التعفنيه عندها خواص ديالها. انما العصب هنا هضرنا على الاعصاب. الاعصاب والاعصاب خصها تكون حموضه نهائيا. واضح. والحاجه اللي كتنفخ واللي كتبخر للدماغ ان الجهاز المركزي راك عارفه هو ديال نعم. ديال الاعصاب والدماغ هو السائق. واخا القلب هو اللي تيامر ولكن الدماغ هو اللي كيسوق. نعم. والقلب ديما هو لا باز. واضح. حنا في ديننا اليس لهم قلوب يعقلون بها. نعم. اذا العقل راه في القلب. اي معلومه كتقبل هنا اولا كتفيكسها هنا عاد تنتشر في الجدات. اذا ما دوزت ما دازتش منها ما غدوش. واضح. طيب غادي نكملوا في التغذيه. بالنسبه اللي ذكرنا بالنسبه للحاجه اللي كتنفخ واحد للامر خصنا نذكروا هو الماء ديال الثلاجه. نعم ما بارد. يسمعوني امي الاعصاب عامه. نعم. والاخت زهراء خاصه. نعم. وهذا الراجل اللي ما كيدهرش على الصوره نحييه سي عمر. نعم التصوير بالله راه الماء البارد ديال الثلاجه اضر شيئا بالجهاز العصبي. وبزاف كيتشهى الماء بارد كيشربوا تيقتل الجهاز العصبي. وماشي غير الجهاز العصبي، ذكرنا البرامج اللي سبقت على القولون. نعم. والقولون ماذا؟ عبارة عن جهاز عصبي. النبولة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جهاز عصبي. المعدة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جهاز عصبي. إن أعضاء عصبية كتشارك وكتشارك في نفس المرض. كتسمى أمراض بالمشاركة. راه كاين الناس اللي كيدوروا راسه. نعم. والمعدة ما كدوروش مشكل من المعدة ماشي من الراس. وكتار. إذا الأعصاب لا شربتي غير ما بارد وضرك راسك وخا المعدة ما فيها والو راه من تما جاك. راه كاين لا ميغرين الشقيقه حتى هي عندها علاقه بالبارد والسخون. اذا يمشي للحمام ويديروا راسو. اذا وذكرنا الحمام انا ديما كنرجع وتنخرج النقاط اللي هما مهمين. الناس اللي كيعانيو امراض عصبيه كاين واحد الطريقه ربما اول مره يسمعوها. الانسان اللي عنده الاعصاب كيمرض بزاف والازام المترهله العبال كنسميهم الازام اللي كتكون غليظه وكيعرق بزاف وعنده امراض ديال الاعصاب. احسن علاج ليه شنو؟ بالنسبه من غير التغذيه ومن غير هو الحمام اليابس. المغاربة أول مرة يسمعوا الحمام اليابس هو نكون نقي. نعم. نمشي لحمام بلدي مغربي وندي معايا فوطة بحال غادي للبحر ونجلس في السخون في البرمة ونمسح ما نقيش الماء ونبرد ونخرج ونجيب حالي. هذه أول مرة تسمعوها المغاربة. أنا أول مرة أول مرة كتسمع حمام يابس. وكدي معاك الناس يسمعوا راه شي حاجات اليوم مفيد. كنديو معنا زيت زيوت منها زيت ديال الحلحال. نعم. زيت ديال المردددوج زيت ديال الكتان العكر ديال الزيت. العكر ديال الزيت هو داك اللي كيبقى تحت القرعه ديال الزيت البلدي. اللي كل ماده تنتفل واللي الدم يتفلي كذلك وكذلك اللي الزيت له تفل. راه الدم تاعو عنده لزوجات وعنده قوام كذلك. من الزيتان الزيت ما كتحطيه كيبان لك فيه والو. نعم. مع المده كتعطيك واحد الرسوب لتحت داك العكر ديال الزيت فهو جيد. شي واحد مثلا فاق الصباح ولقى واحد التصلب في العنق ديالو او في العضلات ديالو داك العكر ديال الزيت فهو جيد لهاد التشنجات العصبيه. خصك تلقى يدو مثلا ثقيله او
كذلك مثال نبات النفل، ديك النفله المغاربه كيعرفوا النفله. نعم. النفله كترفع العصب وكتقوي العصب. اذا النفله جبناها ودرناها في زويته وغليناها وكنديروا واحد الترويض من الراس للصبع الكبير، لاحظ اللي كيتوتر او عنده الام عصبيه ميكانيكيه والي نفسيه وعقليه شنو التحسن اللي غادي يوقع. نعم. راه موضوع شائك. نعم. وطويل. تبارك الله عليك. غادي نبقاو غير في الحمام اليابس باش نعطيو المعلومه كامله. الحمام اليابس قلتي غادي نمشيو للحمام، ما غاديش نكون ديجا غادي نكون الانسان نقي، غادي يمشي يدخل للسخون الزيت اللي غيدير. وي الزيت ديال الحلحال، عكر الزيت وعكر الزيت وخزامه. خزامه هادو. نعم. يكونوا زيوت ديالهم كيدير واحد، شوف شي كسل تما ولا صاحبه ولا هذا كيدير له واحد المساج. داك السخيل ديالو ما تيبقاش داك. نعم. داك الشد كما كنلقاو دابا اي واحد مثلا عنده اعصاب كنعطيو مانيزيوم. علاش؟ الاخاء. لان الكالسيوم والمانيزيوم مقوي العصب، مقوي العصب بماده. لان الكالسيوم كيدير واحد الكثافه العظم. نعم. واحد الشد، واحد اليبس. والمانيزيوم ضده كيدير واحد الارخاء اللي ميسك، واحد كتحس بواحد الاسترخاء وباغي تنعس. اذا تيوقع واحد التوازن ما بين الصلب والرطب كمثال. اذا العصب قد ما برد في ميل الصدر تلقى واحد ما عنده سياتيك. نعم. وكان كاين وضعيه سياتيك غير في البرد. علاش؟ لان داك الاربطه اللي نازله للصبيعات او داك العصب اللي كيكون نازل مع الفخذ اللي كيدير عرق النساء كيميل الجفاف والتصلب، كيخصو واحد الترطيب وتقويه بهاد الزيوت وبهاد الحمام اللي ذكرت للاخوان. واضح. شكرا لك سي مصطفى. بري بري. زيد ولا بارك. الوقت مشى. احنا بغيناك تزيد ولكن الوقت راه مشى. ان شاء الله في حلقه مقبله ونواصلوا الحديث. ان شاء الله لان هذا مشاكل. نعم. كبيره ديال الجهاز العصبي ما عطيناش الفرصه باش نكونوا اكيد. اوكي هادشي راه كافي. كافي الحمد لله. غير هو اننا كيف ما قلتي الحويجات اللي نبعدوا عليهم هما الحامضه، اي حاجه حامضه، حاجه البارده، شوف اي بارد بارد بالقوه بالذات. نعم. ديالو الماء ديال الثلج والماء ديال الثلاجه والحاجه اللي كتنفخ ممنوع، او الانسان اللي كيعرقها وينعس. نعم. اي واحد دابا عنده معلومه، اي واحد عنده مشكل نفسي ولا عصبي وسواس ولا تصلب الى غير ذلك خصو يتعشى واحد 3 سوايع بينه وبين الناس او 4 سوايع. نعم. خصوصا انا بعض الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل ديال توتر الاعصاب كتجيهم اللهفه على الماكله، اللهفه على كيكون هذا. نعم. لان كيبغي يتلف، كيبغي يتلف ماشي حل. نعم. شكرا لك سي مصطفى بريبري مختص في الاعشاب والعلاج الطبيعي، شرفتيني ونورتيني. مرحبا. وان شاء الله مازال كاين مبارزه جايه. اكيد اكيد ان شاء الله الحلقه المقبله وصلوا حديث في مواضيع اللي كتهموا دائما في الطب البديل. احنا مازالين معكم مستمعينا الكرام، غادي نمشيو فاصل اجهري ولا فاصل موسيقي وراجع لكم فابقوا معنا. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.